مساء الخير خياتي خواتاتي يا اخي، درنا الفطور، درنا الكراتان، وان شاء الله يكون عجبكم. دوكا نديروا له دورمه تاع قرعه بنينه هايله بشويه تاع لحم الدند مرحي. واش نديروا؟ نديروا الكوكوط تاعنا، نديروا لها الزيت يسخن، ناخذوا حبه بصله ملحيه هاكا كما راكم تشوفوا، نزيدوا لها شويه كركم، شويه سكنجبير، شويه قرفه، شويه ملح، ونقليوها هكا. نقليوها، ناخذوا بول تاع جلبان، نقليوها هكذا يتقلى مليح حتى تذوب لنا هذاك البصل، ومن بعد نديروا عليها شويه ما دافي هكذا، شويه هكا ما دافي. ومن الجهه منا، من الجهه منا هذاك الدند تاعنا درنا له، شوفوا واش درنا له، درنا له شويه كركم، شويه قرفه، شويه بصيله هذيك، وشويه برغل اللي يعرف له برغل، شللناه مليح وصفيناه بالماء الدافي وخليناه. شوف هذا يتباع عند هذه الحشوه، فيها برغل هاك، برغل اللي يبيع الروز، يبيع السميد، يبيع الفارينه، اللي غوسيت هذوك تبيع عنده هذا البرغل، ولا ما عندكش البرغل عوضيه بالروز، بشويه روز، ونديروا له هاك حبابيط، غرسه ملح، ونخلطوها، نخلطوا البسمو تاعنا. ومن جهه شوفوا نقينا هذيك القرعه تاعنا وقليناها شويه في 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 زيت، نقليوها باش تعطينا بنه، ومن بعد ناخذوا هذاك الفيونداشي تاعنا، نخلطوه مليح هكذا كما راكم تشوفوا بنياتي خياتي، نخلطوه بيان هكا مليح، ونعمروا القرعه تاعنا. ها شوفوا خياتي كيف جات الدورمه تاعنا، كما قلت لكم القرعه لازم تقليوها شويه، ومن بعد ديروا لها هذيك لي بولات، توسيهم هكا تشبحوا، ما يخلصش علينا وقت بزاف. وناخذوا شويه معدنوس ونديروها من الفوق هكذا كما راكم تشوفوا، ها شويه شاورما، شوفوا واش درنا، صحن شباب وصحة عشيتكم. اللي يحب ديروا في الفطور صحة فطورها، واللي في عشيتها ديروا صحة عشيتها. وما تنساونيش تشتركوا في قناتي وديروا لي لايك، وبقوا على خير ويعطيكم الصحة.